ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ورش الحماية الاجتماعية هو ورش جريء، ورش وطني طموح. نعتبر بأنه جميع القوى والفاعلين يتعين أن يتعبؤوا من أجل التنزيل السليم لهذا الورش، وليس لدينا كبلد الحق في الخطأ في هذه المسألة. وعلى فكرة فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر منذ عقود هذه المسألة ديال الحماية الاجتماعية مسألة أولوية في جميع برامجه. الآن نحن أمام ورش يعني بتصور ورؤية واضحة. السؤال ديالكم هو سؤال حول التفعيل، ونحن نتفق على أن التفعيل، أولا قبل أن نتحدث عن التفعيل يتعين أن نعرف عن ماذا نتحدث. نتحدث على 45% ديال الناس دون تغطية صحية في المغرب، نتحدث على 60% ديال الساكنة النشيطة دون حق في المعاش الآن، نتحدث على 2.4 مليون ديال الساكنة تشتغل في القطاع الغير المهيكل دون تعويضات عائلية. المشكلة كبيرة ومشكلة مرتبطة بالفوارق الاجتماعية يعني اللي كانت في المحور الأول. أول إشكالية يتعين أن نتصدى لها، ومن هنا ضرورة حكومة سياسية قوية ومنسجمة وذات كفاءة وأهلية لتدبير هذه المسألة. إشكالية التمويل، إشكالية التمويل هو ورش كبير يتطلب واحد ما يزيد على 50 مليار ديال الدرهم سنويا. طبعا نقترح في حزب التقدم الاشتراكية أن يكون هناك قانون خاص بالتمويل لتحديد الالتزامات ديال الدولة وديال باقي الفاعلين. ثم كذلك نقترح أن نطلق كبلد عملية واسعة ديال التصريح بالمشغلين بالأجراء لكي نصل إلى هدف 6 ملايين مصرح بهم. كذلك لا يمكن بتاتا أن نتصور تنزيلا سليما لورش الحماية الاجتماعية دون أن نواكبها بتوسيع وتجويد والإنصاف المجالي فيما يتعلق بالبنيات الاستشفائية. ثم كذلك نقترح ونؤكد مرة أخرى على أن هذا الورش الحماية الاجتماعية لا يمكن إنجاحه دون أن نقدم بشجاعة سياسية على الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بدل الإصلاحات الترقيعية والمعيارية التي سادت إلى حدود الآن. وفي الأخير التنزيل السليم للحماية لورش الحماية الاجتماعية يتطلب حكامة صارمة من حيث الجودة. شكرا جزيلا لك أستاذ عزوز. ثم كذلك يتعين أن فكرة أخيرة في ثواني منين كنهضروا على المقاولة وعلى الشركات أنها تنخرط في عملية التصريح بالمشغلين، كنقولوا في حزب التقدم والاشتراكية بأن هذا الشيء هذا لا يمكن فرضه ولا يجب فرضه، بل يتعين سن إجراءات تحفيزية وتحسيسية لصالح المقاولات المسؤولة اجتماعيا التي تقبل بهذه المسألة.